اهلا وسهلا، احنا مستعدين للحرب. احنا في اول الثورة كنا متصورين ان امريكا دي قوة خارجة لتحرير العالم، كنا متصورينها قوة هتقف مع الشعوب ومع الحق وهينفذوا ميثاق الاطلنطي اللي اعلنه روزفلت بعد الحرب العالمية الثانية. كنا متصورين انهم هيقفوا ضد الاستعمار ويساعدوا الشعوب على ان تحصل على استقلالها. يمكن كان التطور اللي بعد الحرب العالمية الثانية كان في مخيلها بالنسبة لأمريكا، ولكن اللي ظهر ايه؟ ظهر ان أمريكا عايزة تسيطر على العالم. تعودنا معا في أوقات النصر وفي أوقات المحنة، في الساعات الحلوة وفي الساعات المرة، وكانت معلوماتنا الوثيقة تؤكده، بل وقام أصدقاؤنا في الاتحاد السوفيتي بإخطار الوفد البرلماني الذي كان يزور موسكو في مطلع الشهر الماضي بأن هناك قصدا مبيتا ضد سوريا، ولقد وجدنا واجبا علينا ألا نقبل ذلك ساكتين، وفضلا عن أن ذلك واجب الأخوة العربية فهو أيضا واجب الأمن الوطني، فإن البادئ بسوريا سوف يثني بمصر. وأقول لكم بصدق وبرغم أي عوامل قد أكون بنيت عليها موقفي في الأزمة، فإنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها، ولقد اتخذت قرارا أريدكم جميعا أن تساعدوني عليه. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. لازم واحنا كلنا حواليك، لازم وعيون الدنيا عليك، لازم والنصر بيسعى إليك، لازم والشعب دليله إلهامه، لازم واحنا كلنا حواليك، لازم وعيون الدنيا عليك، لازم والنصر بيسعى إليك، لازم والشعب دليله إلهامه، قربوا من فكره وأحلامه، خلي عليكم كل كلامه، قربوا من فكره وأحلامه، خلي عليكم كل كلامه، في الصورة طالبكم قدامه، بلد شعبية قلتم إيه؟ لازم وإحنا كلنا حواليك، لازم وعيون الدنيا عليك، لازم بيسعى إليك، لازم والشعب دليله إلهامه، قربوا من فكره وأحلامه، يلي عليكم كل كلامه، قربوا من فكره وأحلامه، يلي عليكم كل كلامه، في الصورة طالبكم قدامه، بلد شعبية قلتم إيه؟ قلنا يا ساعدنا قلوبنا إيه؟ أيامنا إيه؟ تارينا إيه؟ قلنا يا ساعدنا قلوبنا إيه؟ أيامنا إيه؟ تارينا إيه؟
السياسة المصرية والعربية ليست محل مساومة أو عرضة للبيع بمليارات الدولارات.